أول ميدالية أولمبية للمغرب، إنجاز تاريخي للعداء عبد السلام الرادي. ففي دورة الألعاب الأولمبية لعام 1960 في روما، وخلال أول مشاركة للمغرب في هذا الحدث الرياضي العالمي، نجح الرادي في حصد ميدالية فضية في سباق الماراثون. يسطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة المغربية والعربية، ولم يكن إنجاز الرادي عاديا، بل كان ثمرة لذكائه وخبرته ودهائه، فقد واجه ظروفا صعبة خلال رحلته إلى روما، حيث سافر بمفرده دون أي معدات أو مدربين، لكن إيمانه بقدراته وإصراره على تحقيق هدفه جعله يتغلب على كل العقبات. وخلال السباق أظهر الرادي ذكاء استثنائيا في التعامل مع مجريات السباق، حيث حافظ على طاقته وانتظر اللحظة المناسبة لشن هجومه. وبفضل ذكائه وخبرته نجح الرادي في خطف المركز الثاني ليهدي المغرب أول ميدالية أولمبية في تاريخه. ولم يقتصر إنجاز الرادي على الجانب الرياضي فقط، بل كان له أيضا أبعاد رمزية كبيرة، فقد مثل إنجازه انتصارا للمغرب كدولة حديثة الاستقلال، وأثبت للعالم قدرة أبناء المغرب على المنافسة على أعلى مستوى في المحافل الدولية. بعد عودة البعثة المغربية من دورة الألعاب الأولمبية في روما عام 1960، حظي عبد السلام الرادي باستقبال رسمي مهيب من طرف الملك الراحل محمد الخامس، وتم تزيين الرادي بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، تقديرا لإنجازه التاريخي وحصوله على الميدالية الفضية في سباق الماراثون. وعكس هذا الاستقبال الرسمي والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها إنجاز الرادي من طرف الشعب المغربي، فقد مثل فوزه بالميدالية الفضية فجرا جديدا للرياضة المغربية. وبعد تقاعده من سلك الجندية عمل الرادي في بعض الأعمال في القطاع الخاص قبل أن يعود إلى المغرب، حيث استقر في مدينة فاس. وعلى الرغم من إنجازاته الاستثنائية عانى الرادي من ظروف مادية صعبة في سنواته الأخيرة، ولم ينل التقدير الكافي، ولم يتم الاستفادة من خبرته وقدراته في مجال الرياضة. ورغم ذلك يبقى عبد السلام الرادي رمزا خالدا للرياضة المغربية والعربية، وسيظل إنجازه التاريخي في أولمبياد روما مصدر إلهام للأجيال القادمة من الرياضيين.